عد براحتك. دوار ابيض. احمد ربنا انه ابيض مش اسود زي ليلتك السودا. ايه رايك في المفاجاه دي يا دكتور ماهر؟ مدام نشوى فريد ايه؟ اتفضل معانا يا دكتور. يا سياده اللواء، انت عارفه تعمل ايه بكره؟ طيب عايزك بعد ما تخلص اجراءات الدعوه تجيلي على المجموعه على طول. ايوه، بس في نقطه مهمه لازم في الدعوه توضح ان انا بحترم حريه الصحافه، بس بشرط انها ما تتعداش على حريه الناس بلا اي سند قانوني. من فضلك ما تنساش دي. يلا تصبح على خير. فكرتني ببابا لما كنت ساعات تكلمه في نص الليل عشان تقول له معلومه ولا تطلب منه طلب، زي ما عملت دلوقتي مع اللي هو فكري. ألف رحمة ونور عليه، كان أكتر من أخ. تحب نتفرج على التلفزيون شوية ولا تحب تخش تنام؟ الاختيار صعب، عايز الاتنين يعني. نشوف في الآخر الأخبار الأول بعدين نخش ننام. الحقيقة اللي يستحق الشكر رفق بيه مش إحنا. هو اللي رسم الخطة وإحنا يا دوب نفذنا وبس. ميرسي يا رفق بيه. بجد انا مش عارفه اقولك ايه بعد اللي انت عملته معايا. يعني انا مش محتاج شكر يا دكتوره، يعني انت زي بنتي، محتاجين شكر رضوى وباسم زي اخواتك. يا ريت تقعدوا مع بعض بقى وتتصافوا. اسيبكم انا بقى تاخدوا راحتكم عن اذنكم. لا خليك انت مرتاح. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. الحقيقة أنا مش عارفة أقولك إيه. أنتِ واضح جداً إنك بنت حلال. شرفتينا ونورتينا يا دكتورة. شرفتنا ونورتنا يا فريد بيه. خير يا جماعة؟ في إيه؟ من غير لف ولا دوران يا نشوى. ماما محتاجة أوي الدالي الصغير. يعني إيه محتاجة الدالي الصغير؟ بصي يا نشوى، بجد مامي بتمر بظروف صعبة جداً. وأنا متأكدة إن حبها للدالي الصغير هو الوحيد اللي هيخرجها من اللي هي فيه. مفيش أي مشكلة، بكرة أعديه عليها قبل ما أروح المستشفى. نشوى أنت فهمتينا غلط. إحنا قصدنا إنك تسيب الدالي يعني مع ماما لفترة، فترة طويلة شوية. خليني أنا أقول لها. بصراحة بصراحة هي نفسيتها تعبانة وهترتاح أكتر لو خدت الدالي في حضنها شوية. أنا أمه عارفة. عارفة إن ده هيبقى صعب عليكي قوي. لكن صدقيني، مامي بجد محتاجة قوي للدالي الصغير، هو اللي فعلا هيرجع لها حياتها من تاني. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ديدو ديدو جه، ديدو ديدو جه. انت رايح فين؟ انت بتجري منين يا اخي؟ وحشتني بقى، وحشتني قوي. يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده ايه ده؟ التعويره اللي في وشنا دي من ايدي يا ديدو. بصي، وانا كنت طالعه الزحليقه وانا جاي اطلع لقيت نفسي اتشقلبت. من عند الزحليقه الكبيره؟ يا نهار ابيض. ازيك يا نشوى؟ ازيك يا فريد؟ كده برضو معلش ميا الله الشاطر، وحشتني قوي قوي. خبر مش كويس يا فندم، داليا مدكور باعت كل ممتلكاتها قبل ما تسيب مصر. يا بنت الجنيه، اهدى يا ناصر. زي ما عملت معانا اكيد عملت مع غيرنا، وشويه وهتلاقي بلاغات نازله ترف على البوليس، وساعتها الانتربول هيرجعها. ما اظنش يا فندم، حضرتك ناسي ان اليونان مش داخله في اتفاقيه تسليم المجرمين. الولاد كانوا يعملوا كده فعلا مع نشوى؟ حقهم، وطبيعي يبقى قلبهم على امهم. يبقى انا اللي صورتي بقت وحشه في عينيهم.
الحكايه من اولها لاخرها صعبه. الاولاد محتارين بين حبهم واحترامهم الشديد ليك وارتباطهم بامهم، في الحالتين الاختيار صعب. ادخل. سعد بيه، عرفت اللي حصل؟ ايه خير يا سيادة اللواء؟ داليا مدكور هربت برا مصر. هربت عن ايه؟ يا رب ليه؟ في اشاعة مالية السوق انها اخذت فلوس الناس اللي حاجزين في المشروع بتاعها وبعت املاكها في مصر وهربت على اليونان. مش معقول. ادي اخرة الحرية والتربية الامريكاني. اهي عملت زيهم، خطفت وجريت. ايوه يا انور سامعك بس مش فاهم. مالها داليا نصف؟ بتقول ايه؟ ما شفتهاش من وقت الحريه؟ امال مين اللي دفع التعويض للشركات واول المصنع؟ اقفل 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 يا انور دلوقتي. يا سعد في ايه؟ انور المسؤول عن مصانع لندن بيقول انه ما شافش داليا نصف من ساعه ما كانت معاك وقت الحريقه. والفلوس اللي حولناها علشان تكمل بيها اللي ناقص من شركات التامين وتدفع الشرط الجزائي علشان نقوم المصنع من تاني. دي كارثه. العنابر اللي اتحرقت والمبنى الاداري ما اتعملش فيهم حاجه. والفلوس اللي صرفتها من شركه التامين بالتوكيل اللي عملناه لها اكيد حصلت فلوس الشرط الجزائي. وهي ايه اللي خلاها تعمل كده بس؟ اللي حصل ده ملوش غير معنى واحد. طول عمري براهن على ذكائك يا سعد. عشان كده نفسي ان اللعبه اللي بيننا وبين بعض تفضل مستمره لغايه اخر العمر. اللي عايز اعرفه امتى جنتها وازاي؟ مش بقول لك محظوظ يا اخي، اعمل ايه في نفسي؟ انا وانا ببقى قاعد كده ببص الاقي الفاكهه استوت ووقعت من الشجره في حجري. بس اوعى تنسى ان انا كنت جنتلمان معاك ونبهتك، قلت لك خلي بالك من اللي حواليك، بس انت بقى اللي كنت نايم وغفلان. معاك حق، المره دي انا اللي غلطان، ما حسبتش ان العرق دساس. ما هي بنتي نصف مدكور. تعرف انك ابتديت تصعب عليا؟ ما يصعبش عليك غالي. ما تقاوحش الموت يا سعد. انت الكاونت داون بتاعك ابتدى النهارده خلاص. خساره. الايام اللي جايه مش بتاعتك. وفر شفاتك لحد تاني. انا اتعودت اعمل ايامي بايدي. ده فاكرني بهدد. طيب يعني ايه يا حاج؟ فلوسنا راحت ببلاش؟ هي دي الناس اللي بتاخد كم الف استرليني في الاسبوع عشان تحافظ على فلوسنا في بورصة لندن؟ اهدى يا متر، خليني اعرف افكر في المصيبه دي. مصيبه؟ هي دي مصيبه؟ دي كارثه. انا عايز فلوسي دلوقتي، عايز فلوسي دلوقتي يا حاج. ما تهدى، امال بقول لك فلوس ايه اللي قلقان عليها؟ احنا بنضرب بمليار الا شويه. انا مالي؟ ان شاء الله تضرب بمليارات الدنيا كلها، ده كلكم وتعبي وشقيكم تاني. اسكت بقى. ادخل. السلام عليكم. جيت في وقتك يا عزة، تتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا جاسر بيه؟ عايزك تستغل قلمك الجبار، انت ومن تستطيع تجنيده من زمايلك، للكتابة والتهويم من أمر البورصة العالمية واللي حصل فيها. مش فاهم يعني ايه؟ ايه في اللي بقوله مش مفهوم يا عزت؟ انت ومجموعة من تلاميذك الصحفيين هتتبنوا الاتجاه المعاكس وتحاولوا تطمنوا الناس ان خطر البورصة العالمية وانهيارها مش هيأثر بشكل قوي على الاقتصاد المصري. وهو مين هيصدق الكلام ده يا حاج؟ معقولة؟ معقولة وكالات الأنباء العربية والعالمية بتقول كلام وأنا وثلاثة أربعة نقول حاجة تانية خالص؟ ما أنا مش عايزك تنقي أي اتنين تلاتة، لا. بلغ أصحابنا رؤساء التحرير اللي كان ليهم راتب شهري من كشوف البركة يقفوا جنبنا بقى ويردوا الجميل قبل المركب ما تغرق بالكل. مع أني مش مقتنع بالكلام ده، لكن هعمل إيه؟ اللي تؤمر بيه حاج. بالسلامة أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت يا متر، بدل ما أنت قاعد تنوح زي غراب البين، ونبلغ شركائنا ان احنا عندنا اجتماع بكره لايجاد حلول سريعه وحاسمه لمواجهه الكارثه دي قبل استفحالها والعياذ بالله. شفت اخر صربعتك على الدنيا والمشاريع اللي حطيت مناخيرك في كل حته فيها؟ اه الدنيا بتغرق وخدت كل حاجه لتحت معاها.
لا ما تقلقش، انا هلف لفه كده واخد نسبتي في كل مشروع اوام اوام. تبقى بتحلم. دي ازمه عالميه. عارف يعني ايه عالميه؟ يعني تبتدي من اكبر دوله في العالم وتنتهي عند اصغر بقال ولا صاحب مصنع في افقر دوله في العالم. طب اعمل ايه انا؟ اقف اتفرج؟ بالظبط. وتهدى شويه اما نشوف الموج يهدى وهيرمي ايه على الشط، وبعدين